مرحبا بريف حماة الشمالي تمثل عملية الصياد براميل الغازات السامة. نحن أحد المشاكل اللي وصلنا أكثر من 40 حالة مصابة بحالات اختناقات شديدة تراوح الأعمار ما بين 5 سنوات و 50 سنة، وكانت أكثر الإصابات من الأطفال والنساء بحكم ضعفهم وعدم وقلة سرعتهم لإخلاء المكان بسرعة مناسبة. كانت هناك بعض الحالات الحرجة، تم استقبال بعض الحالات في العناية المشددة وتم التعامل مع بعض الحالات. بعض الحالات نصيح التعامل معها أبدا مصرفة متوفرة من آلات وأجهزة وأدوات وقلة خبرة في بعض الطواقم الطبية، تم تحويلها إلى المشافي الحدودية أو إلى الأراضي التركية. وشهد بعض الحالات فيها حالات احتراقات شديدة من حروق درجة ثانية أو ثالثة، وشهد أزيات في الرئة في أسناخ الرئوي والرئة، وشهد نزف رئوي شديد، ما يؤدي أنه استنتجنا بعد تخطيطه بأنه استعمل غازات غير غازات الكلور، غير غاز الكلور، غازات أدت إلى الاحتراقات الشديد، احتراقات شديدة على سطح الجلد، على سطح الجسم، وأزية في الرئة نتيجة استنشاقها بكمية كبيرة أو قليلة. تعاملنا مع بعض الحالات ضمن إمكان توفرة من أكسجين وبعض الأدوية البسيطة. كانت الأعراض تتراوح ما بين سعال شديد وخروج زبد فموي وجحوظ في العينين وحالات اختناقات شديدة، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة في الرئة ومن ربو وتضيق في القصبات في الحالات الطبيعية قبل استنشاق أي غاز. وشهد بعض حالات الإقياءات الشديدة. استخدمنا بعض الأدوية الطبية مثل أتروبين في بعض الحالات الحرجة، واستقبلنا بعض الحالات في العناية المشددة بينما تحسن صحتها.